إيراوريكي أسراكم أوراكو ألا أوراكو سخايت أحولارم لا هي أستاتكو كأركا سلا أم لا أكاه أسرى يشيا سلا أوكم لار إسرية يشيا دكورا غم لا ورا أسرى كي أدا أوراكو زرا أوراهم محدش يقول لي ده تعب نفسي، محدش يقول لي ده تعب نفسي، يعني ما يجيش يعني طبعا كله القضاء وكله يرجع للنيابة والقضاء، لكن مش كل واحدة هتقتل بنتها هنطلعها عيانة. اولا هاتلي الجلسة الروحانية اللي هي كانت قاعدة فيها دول، انتوا مش واخدين بالكم من حاجة، الجلسة الروحانية دي وسيب صوتي على الهوا لو سمحت. الجلسة الروحانية دي هي قاعدة حاطة قدامها البتاع اللي بتخبط عليها دي، وورا خالص الاسود اللي في الباك جراوند ده ورا دي ناس، دي ناس بصوا اللي ورا خالص قدام المربع الحديد الاسود اللي على الارض ده، دول ناس، ناس قاعده كتير جدا، قال يعني كده بيتخلصوا من ارواحهم الشريره وبياخدوا طاقه. واللي هي بتقولها دي واضح انها طلاسم، ولا دي لغه ولا دي لهجه ولا دي اي حاجه خالص. ايه اللي دخلها في الطريق ده؟ وليه واحده مضيف الطيران ده؟ انا مش هقدر اقول غير انه شيطان، وان اللي بيقنعك سبب تخطيطي لهذا التقرير ان احنا بنضرب ناقوس خطر. هو الفويس بتاع اختها موجود؟ ناقوس خطر بيقول للناس ما تدخلوش في الدايره دي، يعني اولا مامتها واختها وناس محترمه جدا بيقولوا ان هي لما كانت بتسافر تونس وكده مفيش اي حاجه باينه عليها، يعني ما كانتش مثلا بتتصرف انها ممسوسه ولا بتتصرف بطريقه مش لطيفه ولا دي واحده بتزاول، يعني راحت لناس وابتدت بقى تحضر حاجات وتزاول الحكايه الله، وتروح تبات في الهرم وتروح تبات مش عارفه فين وتروح تعمل ايه. طبعا انا مش مصدقه حكايه تبات في الهرم دي، لان يعني هناك امن وهناك، فطبعا دي قصه يعني ده مش حقيقي، لكن هي كانت بتزور الحاجات اللي هي الفرعونيه يعني تحسبا منها اللي هي هتاخد طاقه. طيب هي كانت ماشيه كويس لغايه ما قابلت، هنقول بقى هي بتقول عالم طاقه ايطالي، والعالم الطاقة الإيطالي ده تواصل معاها وجالها مصر. وغريبة جدا 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 إنها تكون بهذه الأهمية إنه يجي لها مصر مخصوص، وابتدوا يزوروا الحاجات المعالم السياحية الأهرامات وأبو الهول و و و و و، وكانت بتحضر معاه مش عارفة إيه طاقة وعلمها إيه إيه، ومن هنا بدأ التصرفات الأصوات أو الطلاسم أو